السلام عليكم كاملين ونتمنى تكونوا بخير. جبتكم معايا اليوم لهاد المغازان اللي مورايا، واحد المغازان غزال وعندهم واحد السيستم ديال السولد غزال حتى هو بحال السيستم ديال السولد اللي كيكون كل 3 شهور ديال ليفير ديال ليتي. كاين عندهم واحد السيستم كيجي زوين غادي نشرحو لكم. اجوا معايا وتفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. مغازان داير بحال هكا، تحت كاين الرجاله لي زوم كما كتشوفوا هنايا. الاثمنه رخيصه كما تشوفوا هنا، لي تيشير 30 درهم 50 درهم. وهنايا داكشي اللي تباع السيمانه الاولى صافي، السيمانه الثانيه كيبداو ينقصوا من الاثمنه كما كتشوفوا هنايا. لي تيشير ب 2.99 €. هنايا هادو لي كلاكيت ديال الرجاله تما داروهم اون سول دابا حتى صافي فاتت الصيف كنقصوا من الاثمنه ديال كلشي كما كتشوفوا هنايا. شي كله سولد. وما عندهم واحد لو سيستم ان الحاجه كيجيبوها مثلا غتكون بواحد 400 درهم كيبقاو السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه كيعاودوا يهبطوها نص الثمن، ومن بعد كاين ربع ديال الثمن وكيبقاو غاديين كيهبطوا حتى كينقصوا الثمن كيهبط بزاف. شي مرات كتوصل الاثمنه شي فريمون رخيصه بزاف. وهنا كما كتشوفوا هذه بلاصه لي فام، وتحت كاين شويه لتحت وكاين الفوق كما كتشوف. هادو كيتلبسوا من الفوق، كنت واحد النهار جيت بغيت ناخذ منهم لقيتهم 4000 ريال كما كتشوفوا هنايا. ومن بعد دابا هبطوها ل 4.99 €، يعني ما وصلاش 50 درهم بعد ما كانت ب 4000 ريال. بالنسبه للي مايو ديال البحر هادوك شوفوا الاثمنه كيفاش كيهبطوا، يعني من 2400 هبط لانه جوج اورو. ومايوات اخر ما يكون في الموضه كيجيبوهم ومن بعد كيديروا ليهم صافي، ملي كتسالي لا سيزون كيديروا ليهم كيرخصوهم كما كتشوفوا هنايا 10 دراهم في عوض 130 درهم. هادو بقل من 30 درهم بعد ما كان تاهو 3000 ريال. غادي نطلعوا الفوق كما كتشوفوا، هذا هو المغازان صراحه زوين بزاف ومنظم، دائما منظم وخا اليوم الاقبال كيجيو الناس بزاف دائما منظمين. غادي نوريكم هاد لي فيست اللي داروهم اون سولد. هادو كما كتشوفوا مثلا هذه الثمن ديالها الاصلي كانت ب 4000 ريال، هبطوها 3000 ودابا هبطوها ل 10 اورو 100 درهم. هادو كاملين كاين كاع الاثمنه 2 اورو 4 اورو. شوفوا هاد لي جيب اون جين عريت على الثمن الاصلي باش تشوفوه، كانت ب 4000 ريال وهبطوها ل 9 وعاودوا هبطوها ل 4 اورو ديال الجين زوينين. في الكوليكسيون دابا السيمانه الجايه غتجيو تلقاوها ناقصوا ليها في الثمن نص في الثمن، من بعد كيبقاو غاديين وكيهبطوا في لي بخي. وهنايا هاد البلاصه فيها غير الملابس الداخليه والبيجامات وداكشي، عندهم داكشي زوين في الصراحه. وهنايا لي سولد هنا كتشوفوا ملابس داخليه كينقصوا في الثمن، بحال مثلا هادي هبطوهم 3 اورو. كلشي هنايا هادشي اللي كتشوفوا فيه سولدي والعام كامل، يعني هذا هو السيستم ديالهم، ما عندهمش شي وقت محدد كيديروا فيه لي سولد. كما كتشوفوا هاد لي ديباردور دايرين لهم 1.99 €، اصلا الثمن الاصلي راه كان رخيص. شوفوا
الباشا ديولي غادي نمشي نبرك هذيك القهيوه عبر نمشي نشرب قهيوه من بعد نوريكم اشنو شريت هاد القهيوه زوينه جات في لا بلاص دو لا لوج نوريكم شويه البلاصه زوينه بزاف الصراحه كتعجبني ديما كنبغي نجي نجلس هنايا ديالنا هنايا ومن بعد غادي ندخلوا للدار ان شاء الله باش نوريكم المشتريات اللي شريتها كما رجعت للدار وكما وعدتكم جيت صيفط واحد القهيوه ايوا من بعد غادي نوريكم كاع هاد الحوايج اللي شريت اليوم في الصراحه البنات اللي ساكنين هنا في فرنسا وما كيعرفوش هاد المغازين سميتو ديونكير ولكن في عده مدن في الصراحه كتكون فيه اثمنه زاله نبداو بسم الله نوريكم شنو شريت قهوه سخونه نقول لكم واحد الحاجه انا نيويوركر مشيت البارح وعاود رجعت اليوم حيت كنت شريت واحد لاجوب كنت شريت واحد الصايه وجاتني حطها هنا كنت شريت واحد الصايه وجاتني صغيره شويه ومشيت نبدلها واحد لاجوب هاد شريت البارح شريت هادي سبور كانوا دايرين ليهم البنات 3000 ريال وهبطوهم ل 50 درهم شريت هذه في الكحل زوينه فيها لي زيلاستيك في اليدين ولتحت هنايا تلبس مع بونطالون سبور ولا مع جين ولا مع اي حاجه شريت هذه حتى هي ميليتير حتى هي كانت بنفس الثمن خديتها بأربعة أورو خمسة وخمسين يعني 50 درهم هبطوهم من 16 أورو هبطوها ل 50 درهم وهذه غزالة واعرة فنة عادي هذه كانت ب 16 أورو كما كتشوفوا الثمن ديالها هنا كانت ب 16 وهبطوها ل 10 أورو 9.99 وعاودوا هبطوها ل 50 درهم خديت أنا XXS بغيتها صغيرة حيت هما كيتلبسوا أوفر سايز كيتلبسوا كبار زوينة هذه وخديت حتى في الكري هبطوها ل 50 درهم زوينه بحال هذيك اللي في الكحل وخديتها انايا في الكري زوينه بزاف وندوزو لهادو هادو لي مايو دبان خصكم تعرفوا ما كنعومش في البحر كنمشي غير لي سبا كنعوم فيهم لان لي سبا ما يخليكش تدخلي الا كنتيش لابسه المايو مثلا هذاك الكالسو طويل وداك الشيء ما يخليكش تدخلي به في السبا الوغ كل واحد خديت معاه ديالو هذا خديت مع دوك لي كاش اللي شفتو في لا فيديو هذا عرفتي كيجي زوين وطويل حتى لتحت ولي طاح ليا هذا كيجي زوين طويل حتى لتحت عرفتي كيفاش كيجي في اللبسه هادو كانوا ب 13 اورو 99 ناقص سنتيم على 200 درهم وهبطوهم ل 50 درهم زوينين انا خديت معايا هاد المايو دبا باش يلجعي تحت واخا مغطيه وهذا من الفوق هكا كاش طويل طويل كيجي حتى لتحت هانتو باش نوريكم لاطاي تاعو طويل كيجي زوين وخديت لا ميم شوز في الكحل خديت المايو في الكحل هاد لي مايو دبا كانوا ب 170 درهم ناقص 1 سنتيم على 170 درهم وهبطوهم ل 50 درهم خديت هذا انا ام ان بيس وخديت معاه الكاش ديالو طويل عرفتوا كيفاش كيجي باش النهار ان شاء الله نقيسهم ونوريكم فين نوريكم غير هاد لي كاش كيفاش شحال كيجيو زوينين طوال هذا بالي بغات تلبس مثلا بودي وتلبس الكولون ليغينغ ودير هذه من الفوق كيجيو زوينين هكا عرفتو كيجي زوين شوف شحال طويل حتى لتحت زوين لو ستيل تاعهم الكمام زوينين وشريت هذا
هذا حتى هوايا كيجي زوين في اللبسه، قيستو ديجا هذا البارح جا زوين، شوفوا كيجي هابط على الركبه شويه، هابطوه المهم ما كاملاش شي 25 درهم، هذا من 17 او من 170 درهم 16.99 هبطوه ل 25 درهم. وهادو اللي شريت اليوم، هادو اللي شريت اليوم، هذه واحد لاجيب شريتها ديال شفتوها في لا فيديو، شريت 34 وجاتني مكروزه، انا ما عنديش ليا الحاجه تجي صغير، خصها تكون شويه عريضه باش نكون مرتاحه فيها. هادي كانت ب 19 اورو هبطوها ل 50 درهم، جات زوينه في اللبسه ديالها مع تريكو، تريكو ديال الصوف من الفوق وداك الشيء ولي بوتين كتجي زوينه. هادو بوديات ديال الدار كان ب 30 درهم وهبطوهم ل 10 دراهم، هادو المهم انا باش نلبسو غير في الدار. ولقيت هاد لي شورت بيجاما، كل واحد خديت ليه حاجه من اللي لقيتهم، بحال مثلا هاد الشورت ديال الدار ديال الناس هكا زوينين فيهم الكسبه زوينين هكا، هادو كان ب 80 درهم وهبطوا ل 2 اورو 99 هبطوا ل 30 درهم. وخديت ليه تيشيرت، خديت ليه تيشيرت بحال هكا حيت فيه واحد القليبات فيهم الغوز، خديت ليه تيشيرت في الغوز في اللون ديالو، هذا البنات دير انو غو 99 ما واصلش 20 درهم، بعد ما كان ب 40 درهم. هذا سامبل خديتو مع هذا لبسو معاه زوين، وهذا نفس الشيء كان ب 80 درهم هبطو ل 30 في الكري. وخديت معاه بودي بحال هكا، هادو دايرين انو 99 20 درهم ما واصلاش، الفوق والتحت يجي زوين، يجي كوم ان اونسومبل. شفتو هاد الغوز اللي هنا خديته في هذا، صراحه هاد المغازان نيويوركر صراحه كنصحكم انكم تمشيو ليه الا كان قريب ليكم، وحتى الا كان شي مدينه قريبه شويه بحال هكا فوالا منها خرجوا منها تمشيو تغيروا الجو. فوالا كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وعافاكم ما تنساوش الاعجاب والاشتراك وبارطاجيو عافاكم باش تطلعوا لي شويه لا فيديو، باش تطلعوا لي القناه راه محتاجه شويه الدعم. وشكرا لكم كاملين، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.